سمعت منك طلب قبل ما تتسامى مني نطلع صفحة 219 صفحة 219 مين جاهز بقى 219 انا حذرتك ان الليشمانايسيس هو اهم موضوع في البرازيل وبصراحه مين شاف ليشمانيا في مستشفى في عياده بتاع الليشمانايسيس موجوده موجوده ليشمانيا عايزين نفهمها كويس اللي ده يعني اهم حاجه فيها فين ده كله سبب الامل في امل في الراس وفي امل مش عارف فين والامل ده كده خلاص كده مرتاح وهنرجع يعني برضه بالتفصيل وبعد كده نيجي للبكتيريا في الاخر اللي هو ستاف وستريبتو امبتايد وتلاقي الدنيا بقت سهله قوي وخلاص يبقى الكتاب خلص كده ماشي نبدا بالليشمانيا طبعا خدوا بالكم من حاجه غريبه جدا طب احنا هنعمل حاجه حلوه هنختار خمسه كده عينه عشوائيه مش عارفينهم ولا بتاع ولا بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء مازينجر مثلا وعبد الصمد وبتاع مين شاطر يقول لي اي معلومه كده يعرفها عن الليشمانيا نبدا بمصطفى مصطفى تليفوني تقول اسمها بغداد سور ايه؟ اسمها بغداد ها؟ سور سور بغداد سور ليه سموها بغداد طيب وعندنا ناس من بغداد اهو ايه؟ كانت اندمك هناك ودلوقتي بقت اندمك فين؟ ماشي على العموم ماشي بغداد عدها لك ها؟ كرونيك ألسر يا سلام حلوة كرونيك ألسر دي ها؟ فيها اولد وورلد فيها ايه؟ اولد وورلد ونيو وورلد ماشي ها؟ كنفوش ابر ولا هاله ولا هنا تروفيك يعني ايه تروفيك تروفيك يعني بسيب سكار اتروفيك اتروفيك بسيب سكار ماشي ماشي شاطر اكسبريمنتس قادر انت فالحه فيه بس هو لي بيرجع بورا ولا بيرجع بقى ولا في كوتينيوس في فيزرال احنا ممكن نضمه كده مع هبه يقول في اولد ونيو وانت قلت كوتينيوس وفيزر ها مستمع ده فانتي مستمع وكده يعني ليشمانيا في نفسها كده ايه فيميل سنتر فلاي ايه انا فيميل و فيميل سنتر فلاي بسرعه واوبليجيت انتر شارت شارت زونوتيك زونوتيك يعني جاي من الانيمال ايه سبورتريكويد باتر شوف ده معنى خدنا سبورتريكوزس شوف مفيش خالص مفيش حاجه بتلزق طاسة في تيبال زهران المعلومات بتزحلق من عليك كده يلا طيب بص بقى اولا المرض اسمه ليشمانايسيس لان الاورجانيزم اسمه ايه؟ وهنا بقى في مشكله صغنططه خالص الليشمانيا احنا كنا قلنا زمان عشان خاطر عبد الصمد ومين تاني وهاله وكده ثم اول مره اي اورجانيزم في الدنيا بنقول عليه جينس وسبيشيز انت من جنس ايه وسبيشيز ايه يعني ستافيلوكوكس اوريوس ترايكوفايتون روبرا اي حاجه اسمين كده طب هنا هيبقى اسمها ليشمانيا ايه؟ ليشمانيا ميجور تروبيكا قول له استنى 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 يعني معنى كده انت عايز تقول لي ان انت تستهدى بالله وسيب نفسك خالص كده للعلاج سيب نفسك للعلاج ان الليشمانيا ده اسم الجنس الجينس اسمه ايه؟ زي الاستافيلوكوكس كده بس في سبيشيز بقى عندنا كام سبيشيز هو ده الكلام عندنا كام 20 سبيشيز فعندنا كام؟ 20 بس يعني الليشمانيا كذا وكذا 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 على ايدك ورجلك تقعد تعد كده على ايدك ورجلك يبقى ال 20 اهو طبعا لما يبقوا كتار قوي يا مصطفى يقسموهم مجموعات احنا طول عمرنا متعودين الجينس وراه ايه؟ سبيشيز قال لك لا انا هيبقى عندي جينس ومجموعه سبيشيز على بعض بيسموها كومبلكس بيسموها ايه؟ كومبلكس وبعد كده سبيشيز وبعد كده ايه؟ هم عشان يريحوكوا عملوا لهم ثلاثه كومبلكس بس يعني ثلاثه كومبلكس جبنا كل ها السبيشيز ال 20 عملناهم في كام؟ ثلاثه كومبلكس ايه هم؟ مكتوبين عندك كده ليشمانيا دونوفاني وليشمانيا مكسيكانا وليشمانيا برازيلينسيس حلو كده؟
دول كام كومبلكس؟ فانت تقول له كده الاشمانيا بالمباني الاشمانيا مكسيكان. بس خد بالك بقى الكومبلكس جواه شويه ايه؟ سبيشيز. مين بقى السبيشيز بتاعت الدنوباني؟ تحفظهم صح؟ ميجور اشمانيا ميجور اشمانيا تروبيكال اثيوبيكال انفانتوم شجاسي دنوباني. كله يركز معايا في حاجه كده. طبعا المكتوب بالبولد اتفقنا ده عليك يعني دول عليك السته اهو مش هما سته سته. بص بقى هي اسمها ليشمانيا ميجور ولا اسمها ليشمانيا دنوباني ميجور؟ المفروض لو بتقولها بالكامل تقول كده. ايوه يا عبد الصمد تقول ليشمانيا دنوباني ميجور وتقول ليشمانيا دنوباني تروبيكا واثيوبيكا وانفانتا وكده. بس هم عشان التسهيل عشان التسهيل قال لك احنا ايه هنسقط الكومبلكس الكومبلكس وانت المفروض انك فاهم. قول له انت عارف والله ولا اي حاجه اسقط اللي عايز تسقطه. انا عن نفسي مش هحس بحاجه ولا يعني انت اسقط بس اللي انت عايز. عشان كده يا مصطفى هتلاقي حاجه غريبه جدا. انا اول واحده في وكتابه الاشمانيا ميجور بين قوسين وكله على هذا السياق يعني. وتلاقي في الاخر طب اخر واحده اسمها ايه؟ دنوباني دنوباني اسمها دنوباني ايه؟ بس دي بس دي يعني قال اللي فالح فيه مصطفى سيرابيل. طب استناني بقى يا سيرابيل هو اسم الكومبلكس ايه؟ دنوباني وراح مسمي الفيجر على اسمه كده. يعني انت راجل مصطفى مثلا فخور جدا تجيب ابنه يسميه مصطفى. الراجل ده اسمه مصطفى ومصطفى محبوب مثلا. مش السيراميك يعني. يبقى ممكن يسمي يبقى دنوباني اسمها علمي دنوباني دنوباني. تمام كده. ماشي؟ معاك كده. بس ما تلعبش بقى ميجور ميجور سيبك لا هو ميجور. تروبيكال فانتا شجاز الستة دول بتوع مين يا ريس؟ دنوباني. طيب مين الكومبلكس التاني اسمه ايه؟ مكسيكانا. هتلاقي برضه في واحدة مكسيكانا منهم على اسمها مكسيكانا 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 حازم حازم لا ما تمدينيش مش هدوها خلاص يبقى مكسيكانا مكسيكانا. بعدين هتلاقي كمان ايه؟ امازونينسيس تبع المنطقه كده الامازون صح؟ حلو قوي. نيجي الناحيه الثانيه برازيلينسيس برازيلينسيس برضه برازيلينسيس. فانت على الاقل كده تبقى حاسس سته فوق واثنين تسعه واثنين كده ثمانيه وخلاص. حلو كده؟ طيب خلاص يا بسيوني وحازم والناس الحمد لله. بقى اول معلومه في الموضوع مش بالتفاهه طبعا في انواع كثيره جدا. لا لا الجو حلو وخلاص بس مثلا تجرس من نفسيتك عشان سكر كتير للتجريب ده احراق الطاقة كده. طب تعالي هنا واشغلك المروحة. تعالى ودي الأرض هنا واشغلك المروحة. ممكن تجي على الطرف والله دي انت تخش النار في الموضوع ده بس بس تفكر بعدين في النار تقول الدنيا حر قوي لا علي النار شويه بريد كده دول تعملوا كده مش هتعملوا حاجه في النار كده علي شويه وطي شويه لحد ما الملائكه بتاعت النار تتخفي منكم. انت بعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه اكتر من كده؟ خلاص بقى ما اعرفش الاسماء كفايه تعدي يبقى خلاص عرفنا القصه دي. طيب في كلمه قالتها لمياء وعايزين نمسكها بقى اسمها زونوزس. ايه زونوزس دي؟ زو يعني انيمال. الزونوزس يعني امراض جايه من انيمال لا احنا خدنا امراض كتير جدا بتيجي من انيمال لا دي امراض تصيب انيمال اصلا. لما اقول لك المرض ده زونوتيك يعني المرض ده اصلا بيصيب الانيمال ولا يصيب الانسان في الطبيعي. دي مشكله كبيره جدا. معنى كده تعالى اقعدي هنا تعالى اقعدي هنا عشان دي يخلص حتى بس الموضوع ده مهم جدا.
بص بقى، يعني ايه مرض بيصيب الانيمال اصلا؟ يعني هو اصلا انت مالكش دعوه بيه اصلا خالص كانسان. واللي يدرسه كليه طب الانيمالز، يعني انت مالكش دعوه انت ده مثلا في مثلا فرد كده دكتور ولا حاجه، هو اللي يدرس الامراض دي بتاعت الانيمال بتاعتك انت. بس انا ساعتها اسال نفس الاسئله دي، هي يعني انيمال اللي بيجي لها المرض وبيتنقل من انيمال لانيمال ازاي؟ يعني بدرس اللايف سايكل بتاعته جوه الانيمال. مثلا ناخد تشيكن بوكس في الاطفال والدروب وبتاع نفس الكلام. الانيمال ده هنا انيمال بيسموه اسم بقى بالنسبه لنا ك ك ك كناس هيومن بقى نسميه الانيمال ريزرفوار. نسميه الانيمال ايه؟ ريزرفوار. يعني ايه ريزرفوار؟ يعني مخزن مستودع. ليه؟ لان طول ما الانيمال ده موجود يبقى المرض موجود. تبقى بس اللي عملت ريتكيشن للانيمال ده خلاص مش هيجي لنا. حلو. الانيمال ريزرفوار في حاله الليشمانيا، يعني الليشمانيا دي بتعيش وتعد مين؟ تعد نوعين من الانيمال، حاجه اسمها رودنت وحاجه اسمها كناين. رودنت وكناين يعني قوارض زي الفار و و و، وكناين يعني اكلات اللحوم بقى. بس في حاجتين، يا فورست يا ديزرت. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك فورست رودنت او فورست ايه انيمالز يعني كناين او كده، او ديزرت صحراء. وده يفسر لك حاجه هاخدها كمان شويه. هو في نوعين من الليشمانيا حسب التوزيع الجغرافي. في العالم القديم يقول لك في العراق وسوريا واليمن وما اعرفش ايه. ليه؟ صحاري بقى مش غابات. يبقى في ديزرت هناك. الديزرت دي فيها ديزرت ايه؟ رودنت، وديزرت كناين، فوكس مش عارف ايه، يكون عنده ممكن يكون مصاب. طب ومكسيكان وبرازيلينسز وامازونينسز؟ اه دي غابات بقى، غابات امريكا الجنوبيه صح؟ هناك يبقى في حاجات في الغابات، يبقى هي عايزه ايه؟ حلو؟ طيب ده اسمه انيمال ايه؟ ريزرفوار. طب هسال سؤال تاني، انا جبت فار وفار مثلا او اي حاجه، مش المفروض الاورجانيزم يتنقل بينهم؟ مين اللي بيجي له بقى؟ الليشمانيا. ايه الليشمانيا الاورجانيزم؟ لا انا قصدي المايت بقى. المايت؟ لا هتنقله البني ادم. اخر حاجه احنا لسه بنتكلم في طب الحيوانات دلوقتي، احنا مالناش دعوه. ده طب اسره كده، ده طب الحيوانات. مين الانسان لسه ما دخلش في الموضوع خالص، بيتنقل من حيوان لحيوان ازاي؟ قال لك الحاجه اللي بتنقل من الانيمال للانيمال في الامراض الزينوتيك احنا بنسميها فيكتور. بنسميها ايه؟ فيكتور. فيكتور اللي هو الناقل، يعني بيسموه كده بالعربي زي فيكتور. في مصطلحات جديده المره دي صح؟ فيكتور ريزرفوار. طبعا في ناس قديمه عارفه الكلام ده، بس يعني عامل روح لك ايه؟ خليني مع الجداد كده، يعني عامل روح لك ايه؟ رمضان ذكر اسماء الانبياء، رمضان ذكر اسماء يعني ايه؟ خدنا كتير والله، بس هو برضه خلاص. المهم يبقى الفيكتور ده الناقل اللي بينقل من انيمال ايه؟ في حاله الليشمانيا الناقل ده حاجه مشهوره جدا 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 اسمها ايه؟ فيميل ساند فلاي. فيميل ساند ايه؟ فلاي. ركز معايا، فلاي يعني ايه؟ ذباب. يعني انسكت ولا اراكنيده ولا ايه؟ انسكت الكل عادي خالص. ساند فلاي ده نوع من انواع الذباب كده في الصحاري والحاجات دي. فيميل ساند فلاي. طب فيميل دي حته مهمه، فيميل يعني الفيميل بس. ايوه. اشمعنى بقى؟ الفيميل بتغذى على النباتي وهي بتاكل ايه؟ بلد. طب صح الكلام ده ولا مش صح الكلام ده؟ بص هو اللي بيقرص الفلاي اللي بتقرص من انيمال لانيمال وفي المستقبل ممكن تقرص من انيمال لانسان، يعني بتبقى الفيميل بس. ليه؟ قال لك اصلي هي قالت كده معلومه ان الميل بيتغذى على النباتات فعلا وما بياخدش دم، ما بيقرصش، لكن الفيميل بتاخد دم. هي المعلومه صح بس مش كامله. هو الميل والفيميل الموسكيتوز والانسكت كلها بتتغذى على الحشرات وكده. قول له امال الناموس اللي بيقعد طول الليل ده يعض فينا صح ده ماله ده؟ ولا احنا بينا نباتات ولا ايه؟ طبعا لا، هو الفيميل في مرحله معينه عشان تعمل اوجينيسيس بتحتاج بلود ميل. بتحتاج ايه؟ يعني هي محتاجاها حاجه اضافيه على التغذيه بتاعتها العاديه. يعني الناموس والحشرات والحاجات دي ربنا مش خليها عشان تمص دمك انت اصلا، هي ايه؟ الا لو كانت حاجه زي مثلا بنكروز خلقتها كده. فالفلاي والموسكيتوز وبعض الحشرات مالها كده كده بتتغذى على النباتات، بس الفيميل في لحظه معينه محتاجه بلاد ميل بتساعدها في الاوجينيسيس. ده العادي يعني؟ ده العادي، ده العادي في الحياه العاديه.
بدل ما نقول مثلا ايه انا رحت حته فيها الليشمانايسيس وفي ناموسه قرصتني او في فلاي ده قرصني، متوقع القرص ده يكون ايه بقى؟ في الميل مش كده، وبالتالي هي اللي هتفقد المرض مش الميل، لان الميل طول عمره ما ايه؟ ما هيقرص حد ياخد منه المرض، مفهوم؟ عشان هي في الميل ساند فلاي. يبقى ايه المصطلحين حتى الان؟ الانيمال اللي اسمه ريزرفوار يا رودنت يا كناين يا ديزرت يا فورست، والريزرفوار ده خلاص عرفناه. طب والفيكتور اللي بينقل بينهم؟ يبقى واضحه دي فيميل ساند فلاي، هي اسمه ساند فلاي. طبعا احنا قلنا في حتتين كبار قوي في العالم، يا عالم قديم يا عالم ايه؟ يا امريكا اللاتينيه دي يا العراق وسوريا وما اعرفش ايه. فوجدوا حتى الساند فلاي في منها نوعين، نوع عايش هنا ونوع عايش ايه؟ النوع ده بتاع العالم القديم مكتوب عندك كده اسمه فليبوتومس، اسمه ايه؟ هي ساند فلاي بس ان الجنس اللي اسمه ايه؟ واللي هناك اسمها لوتسوماي، اسمها ايه؟ مكتوب الكلام ده عندك ولا مش مكتوب؟ كله ركز معايا، انا عندي اهو يا ابني حيث اول صف يا ابني خيرتوني بس. يبقى الريزرفوار كناين وغير والفيكتور يعني زمان كده دلوقتي كده بس كده خلاص كده كده انا اخر صمام عندي باص كده خلاص. ايه هو اللي طبعا دي شوف الخيال شوف الشيطان لا اولد هولز يعني كان على قديم وجد كانت وهي قديمه في ليبوتومس دلوقتي الجديد بتاعها انا بكلم في نفسي والله انا لو بعلم ارثروبود خبر يعني قصدي مش هم اكتشفوا امريكا وما اعرفش ايه فكانت تعتبر العالم الجديد كلمه عالم قديم وجديد ده مصطلح جغرافي مش زمني مش عارف كده خلاص انا كده يئست انا كده انا مش عارف اعمل ايه يعني اسيا وافريقيا ده عالم قديم افريقيا واسيا واوروبا اسمهم العالم القديم يعني العراق مصر فرنسا اسبانيا ده اسمه عالم قديم امريكا الشماليه والجنوبيه اسمها العالم ايه الجديد لانها اكتشفت حديثا هي موجوده من زمان يعني موجوده معاهم برضه يعني الكره الارضيه لما اتكونت كله يعني بس هم شافوها وعرفوها في وقت معين يعني فسموها العالم الجديد نيو وورلد مش هناك طب المكسيك والبرازيل تبع انهي عالم؟ المكسيك ولا العالم اللبط تبع انهي عالم؟ المكسيك والبرازيل دول تبع العالم الايه؟ الجديد لان في امريكا الجنوبيه فهناك بيسموها اولد وورلد اشمانيا ودي نيو وورلد ايه؟ مش معناها انها كانت كده زمان على قديم وبعدين بقى تجددوها بقت كذا لا ده هنا وده هنا فاللي موجود هنا اسمه فليبوتومس واللي موجود هناك اسمه ايه؟ انت لما ربنا يكرمك كده تروح تشتغل في مستوصف في المكسيك مثلا في المكسيك يبقى اللي بيقرص هناك الفيميل ساند فلاي اسمها ايه؟ لوتسوماي تروحي في كركوك ان شاء الله يجي لك عقد كده في كركوك تروحي في كركوك يجي لك ايه في كركوك هناك؟ فليبوتومس كده يعني بس خلاص ولا حول ولا قوه الا بالله السايكل مكتمله في الانيمالز بص لي هنا بقى بدل ما بس بص لي بقى نروح العراق او سوريا او اي حته في العالم القديم او بعد شويه نجدد نروح العالم الجديد هنلاقي ايه؟ هنلاقي رودنت وكناين وفي ليشمانيا موجوده وفي ساند فلاي ايا كان نوعها والسايكل مكتمله هم مكتفيين بذاتهم الرودنت ده تيجي الساند فلاي تقرصه وتروح للرودنت ده تروح للكناين ده هم قاعدين في الغابه والسايكل مقفول عليه، الانسان ملوش دعوه. الانسان بيصاب اكسيدنتال. وقبل ما اقول الحته دي، طب ما تبص على الشمالية، في مكسيكانو وبرازيلينس، يبقى دول بتوع العالم ايه؟ الجديد. الباقيين دول هيبقوا بتوع العالم القديم. يعني انا قصدي هي نفس الشمالية، نفس الديزيز، نفس الاشمانايس، بس في العالم القديم الاورجانيزم يختلف عن العالم الجديد. والفيكتور هيختلف، هو نفس الساند فلاي بس ده نوع وده نوع. وهكذا. وطبعا ايه الفرام بتاعتها نزل الفرام بتاعتهم وهكذا يعني مفهوم؟ طيب فالسايكل مقفول على الحيوانات الانسان يصاب امتى؟ قال لك الانسان في الامراض الزونوتيك بيصاب بطريقه اكسيدنتال يعني ايه اكسيدنتال؟ انت دخلت عرضك كده انت رحت الغابه رحت معرفش ايه
فالساند فلاي كانت تعبانه مدروخه مش مركزه بتاع. قلت لك ايه بتاع الماشي ده؟ طب عارف رودنت ولا بتاع؟ هتروح رايحه قرصان وخلاص، تروح قرصان. ما انت باين عليك انك رودنت كده ولا ما تروح قرصان. فلما تقرصك بشكل اكسيدنت انت تجي لك ايه؟ كده اورجانيزم. عشان كده في حاجه غريبه جدا، كلمتين عن اي مرض زوناتيك انه اكسيدنت يعني ايه؟ اكوايرد اكسيدنت. لما الانسان يروح البيئه اللي فيها كل العناصر صح؟ لازم العناصر كلها تكون موجوده. وده يفسر لك الصفه الثانيه ان الامراض الزينوتك ليها جيوغرافيكال ديستريبيوشن. يعني تسمع ان الاشمئزاز موجوده في حتت معينه في العالم مش موجوده في حتت ثانيه. ليه؟ لان الحتت اللي دي هي اللي فيها شروط السايكل، هي اللي فيها الريزرفوار وفيها البيكو وكده. طب انت لو رحت مثلا امريكا، امريكا ما فيهاش يعني هي مكسيك براتيل وانت نادي كده امريكا ما فيهاش، فانت تروح هناك ما فيش حاجه. والفلاي هناك يقرصك ولا ما فيش اصلا، ما فيش لا اورجانيزم ولا في ريزرفوار ولا في اي حاجه. عشان كده الامراض الزينوتك ليها الصفتين دول، يعني ليها جيوغرافيكال ايه؟ ديستريبيوشن. والحاجه الثانيه ايه؟ طب انا هسال سؤال بقى، هو احنا قلنا الحيوان بيعدي حيوان وده الطبيعي صح؟ طب والحيوان يعدي انسان؟ اكسيدنت. طب الانسان يعدي انسان؟ لا، لان اصلا الاورجانيزم لما بيدخل بيدخل عن طريق الخطا، فبيعمل شويه مانيفستيشن والسايكل بتاعته ايه؟ بتتقفل. يعني ما مش بيعمل لك مرض انت، لكن السايكل بتاعته لان مش انت البوست بتاعه، كلمه البوست دي. عشان كده في مخطط جميل جدا انا عامله في الصفحه اللي احنا فيها دي. المخطط ده في منتهى الجمال. انيمال للانيمال مكتوب عليه مينلي ورايح جاي. يعني ايه مينلي ورايح جاي؟ يعني الانيمال ده يعدي ده وده يعدي ده والسايكل بتاعتهم مقفوله. طب انيمال للهيومن ممكن اول صح اكسيدنتال صح؟ مكتوب عليها ايه؟ وطبعا ده في اتجاه واحد. ليه في اتجاه واحد؟ مفيش انيمال، مفيش هيومن. انا بروح الغابه لا عندي كل حيوانات الغابه لا يعني هو في اتجاه واحد خلاص؟ طب هيومن تو هيومن قلنا مش موجود، بس في استثناء واحد بس يعني مكتوب عليه ايه؟ ليشمانيا تروبيكا. في نوع واحد بس ممكن يعدي الانسان، ممكن من انسان لانسان. تروبيكا دي لو حد فاكر تبع عيله الدنوباني، كان ميجر وتروبيكا واثيوبيكا والانفانتا والشجاسي والدنوباني. الست دول تحفظهم صم عشان دول بتوعنا احنا، بتوع بلادنا احنا. السته بتوعنا ميجر قلت تاني وتروبيكا واثيوبيكا. حتى بص اثيوبيكا اثيوبيكا شوف طبعا العالم ايه بقى. استنى 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 قول لي يا سهاد ولا الجديد ولا كان زمان قديم ودلوقتي جددت؟ اتجددت. يبقى اثيوبيكا دي اللي هي ايه؟ العالم القديم. ماشي طيب كلام جميل جدا. حد فهم حاجه؟ الحمد لله. طب يلا ناخد فقره ثانيه دلوقتي. الليشمانيا دخلت جسمك، دخلت ايه؟ جسمك. ايه اللي حصل بقى وايه اللي هيحصل؟ ده اللي انا هدرسه اللي اسمه باثوجينيسيس. ان خد بالك السيناريو ده بتاعك انت كمرض ده عندك انت، لان هي لو ما دخلتش جسمك ما تجيش دعوه فيه. وعلى فكره في امراض كتيره كده زي البليك وزي اللاين ديزيز اللي خد معايا فاسكولار وعمل روح ما خدش فاسكولار. اللاين ديزيز نفس الكلام. والبليك ده الطاعون اصلا الاورجانيزم بتاعه بيسيب الرودنت برضه الفيران وكده. لما كل الفيران ده يخلص عليه خالص وبتاع يطلع على الانسان، لكن هو اصلا والفلي هي هو الفلي هي البراغيث هي البيت. تنقل من البر للبر واحنا مالناش دعوه خالص. بس انت اكسيدنتال بقى تصاب. هنا نفس الكلام. فلما اللي حصل بقى ان جت الفيميل ساند فلاي قرصتك. هي طبعا بتاخد البلاد جوه الاورجانيزم. فالاورجانيزم موجود في الجي اي تي بتاعها. فلما تقرصك مع القرصه يدخل جوه ايه؟ الدرمس بتاعك. مين بص على الصوره الجميله دي؟ اهو ادي مين دي اللي بتقرص؟ مكتوب عليها ساند فلاي. طبعا مش موضحين انها فيميل، مش كاتبين انها فيميل، بس هي فيميل ساند فلاي. البتاع اللي بيقرص مين اسمه بروبوزس، اسمه ايه؟ الابره دي. الابره دي طبعا الجي اي تي فيها مين؟ فيها الليشمانيا. لو حد بص بقى الليشمانيا لما تخش جوه الدرمس شكلها عامل ازاي؟ ده الكلام اللي بره بتاع دماغ. يوني سيلولر ولا مالتي سيلولر؟ يوني. ما احنا بروتوزوا اصلا لو حد فاكر. يوني سيلولر ايه بقى يا دكتور؟ قول له ده سبيندل شيب. شايفينه عامل ازاي؟ وفلاجيليتد. يعني ايه فلاجيليتد؟ فلاجيلا. يعني له فلاجيلا له ديك بيتحرك اهو من شافه اهو. يبقى سبيندل شيب وفلاجيليتد. هي اتحقنت في الدرمس. طبعا دي حاجه غريبه. مين اللي مستعد بقى ياكلها؟
الماكروفاج او الكاردوسايت. شريف انت راح تتكلم، عارف لو كانت بتموت وخلاص كان الموضوع خلص كده. قال لك ده هي عامله زي تي بي وعامله زي الليبروسي اللي لسه ما خدناهمش في الخميس. يعني تي بي وليبروسي بقى اوبليجيت انتراسيلولار اورجانيزم، يقدر يعيش جوه الخلايا. فتلاقيها بتبدا تنقسم، حد خد باله اللي بيحصل جوه الماكروفاج؟ ها، تبدا تنقسم تبقى 2 وبعدين تبقى 4 وبعدين تبقى 8 لحد ما الماكروفاج ترابشر ويجي حد ياكلها تاني وتنقسم و و و و. بس لو حد خد باله جوه الماكروفاج بتاخد صوره مختلفه، بدل ما هي سبندل تبقى مدوره، وبدل ما هي بديل بص على الصوره تبقى من غير بديل. عشان كده يقول لك في الاعلام بقى ان الليشمانيا كاورجانيزم ليه تو فورم، فورم في الموسكيتو ولا قصدي في الساند فلاي، وفورم في الانسان. فورم في الجي اي تي بتاعتي الساند فلاي اللي هي الانفكتيف ستيج، وفورم جواك انت في الديرمس بتاعك تحت، صح؟ فورم بره الماكروفاج اكسترا سيلولار، وفورم جوه الماكروفاج انترا سيلولار. الفورم اللي هي السبندل اللي هي الديل اللي هي جايه من الساند فلاي اللي هي المعديه اسمها العلمي بروماستيكوت. اسمها ايه؟ الكلام بتاع البار بتاع دمان. ولما تبقى مدوره وتفقد هذا الديل يسموها اماستيكوت. يسموها ايه؟ اماستيكوت. حد فاهم حاجه؟ طب انا هسألك منك، طب عايزين نقارن بين البروماستيكوت والاماستيكوت. ده سبندل وده مدور، ده الديل ده في الموسكيتو وده في الهيومن، ده اكسترا سيلولار وده انترا سيلولار، صح؟ اصل اكسترا سيلولار انا في الجي اي تي، انا بره مش في جوه خليه في البلد، وبعدين بقيت في الجي اي تي انا مش انترا سيلولار. لكن لما يخش الدرمس ويخش جوه مين؟ المايكروفاج يبقى انترا سيلولار. فكرت ايه كده بعمق كده؟ توت يعني لسه عملنا حاجه؟ لسه ما عملناش حاجه خالص. توت فين؟ هي بول جيت بتاعت الفيميل ساند فلاي، صح؟ ماشي. دخلت السكين كانت مين اللي كلها؟ الماكروفاج. جوه الماكروفاج بتبقى انت بس ولا بس؟ طب ليه كانت في الساند فلاي في البريجيت بتاعت تبقى ايه؟ اكسترا سيلولار. دي بقى اسمها بروماستيكوت اللي هي بديله الطويله دي اسمها بروماستيكوت اللي جايه لنا من بره. ما تبص على صوتها سهله جدا. ايوه لما فقدت الديله بقت مدوره كده وزغنطات اسمها ايه؟ اسمها اماستيكوت. بص على الصوره، اهم حاجه الصوره. ايه رايك؟ اتفاهم ولا ما تفهمش؟ كمان هطلب منك طلب مصطفى، مثلا تليفونات، مصطفى تليفونات دلوقتي انا لو خدت عينه شخص بيها ليشمانيايسيس هلاقي جرانيلوما، صح ولا مش صح؟ ان كلمه جرانيلوما زي ما هناخد او خدنا بعض الناس عباره عن ويستيوسايت حاجه ومحوطاها عشان تدمر. طيب انا هشخص سؤال، استنى نسال مازنجر، مازنجر وعبد الصمد، هلاقي في العينه بتاعت الجلد بتاع الانسان هلاقي بروماستيكوت ولا اماستيكوت؟ اماستيكوت. اماستيكوت بقى خلاص. عشان كده دايما اتعلم الكلمه اللي جايه. بص 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 بص، انا خدت شرايح الجلد هلاقي جرانيلوما، يعني هيستيوسايت هيستيوسايت هيستيوسايت، والاقي جواها نقط 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 نقط. عارفين النقط دي؟ ها؟ النقط الكتيره دي؟ النقط الكتيره دي اللي هي الاماستيكوت. ليها اسم في الباثولوجي ده بيسموها ليشمان دونوفان بادي، ال دي بادز. يبقى ال دي بادز ده اسم في الشرايح لمين؟ للاماستيكوت اللي هي نون فلاجيليتد اللي هي جوه الانسان. بدل ما نقول عليها ماستيكوت نقول عليها في الشريحه الليشمان دونوفان ايه؟ طب احنا ليه مهتمين بالكلمه دي؟ لان دي تعتبر الدايجنوستيك ستيج في الشريحه. يعني انا في الشريحه هي دي الدايجنوستيك ستيج بتاعي. حد فاهم حاجه ولا محدش فاهم حاجه؟ بس خلاص. طيب يبقى دلوقتي كله فهم، فهمنا يعني ايه ليشمانيا كاورجانيزم، وان ثلاثه كومبلكس باين لينسز وكسكانا، وان جواه سبيشيز كتير، وان هو السايكل في الانيمال انيمال ريزرفوار ديكتيك واورجانيزم، ادي الثلاثيه بتاعتي. الانسان يخش في النص اكسيدنتال بيحصل ايه بقى؟ البرو يتحول لاماستيكوت وخلاص. طيب نيجي بقى للسؤال الخطير بعد كده، السؤال الخطير جدا. شوف مكتوب ايه بقى؟ وات از ذا فيت اوف ذا انفكشن؟
طب انت دلوقتي رحت كده الغابه، رحت اي حاجه، رحت تذاكر في الغابه ولا بتاع، اتقرصت وجيت، ايه اللي هيحصل؟ في حاجتين، في تو سيناريو بيحصل. اول سيناريو وابسط سيناريو في الدنيا ان جسمك يعمل جرانيلوما ويعمل دامج ويتخلص من بتاع بدون ما يعمل اي حاجه. دي حاجه اسمها سب كلينيكال ايه او كليرنس اوف ذا انفكشن. شو مكتوب ايه؟ وده الغالبيه العظمى، يقول لك موست كيسز تك 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 يعمل كليرنج اوف ذا ايه انفكشن. انت سمعت زمان التي بي مش كل اللي بيحصل له اكسبوجر يديله حاجه، ده انت بتتعرض بتعمل فاجوسايتوزس تعمل دامج وخلص من قبل ما يظهر اي ليجن. لو انت فشلت ده يبدا يظهر لك ليجن في صوره جرانيلوما، وده الماينوريتي اوف كيسز. حلو كده؟ يعني بالفلاحي كده مش كل اللي هيتقرص هيطلع له ليجن. ماشي؟ اللي هيطلع له ليجن ده بقى هيبقى فيه منه انواع كتيره جدا ونسميه ايه؟ ليش ما عايز؟ مفهوم؟ طيب يلا ناخد معلومه كمان وهنفهم اكتر، بس اديني فرصه. يجي نتكلم عن الليشمانايسيس بقى، اللي هي مش الليشمانيا بقى، الليشمانايسيس كمرض يعني. اين يوجد في العالم؟ وهل له اماكن محدده؟ قول له لازم يكون ليه اماكن محدده لانه مرض زونوتيك وله شروط. هو موجود في العالم كله، يقول لك ايه؟ في اربع مناطق او اربع احزمه كده. قال لك موجود طبعا 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 امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه ليه بقى؟ عشان متوفر. هو مش امريكا الجنوبيه، هو قال لك ايه؟ الجزء الجنوبي من امريكا الشماليه وامريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه، يعني في الجنوب. اصل المكسيك دي لو حد واخد باله مش دي في امريكا الشماليه؟ المكسيك دي في امريكا الشماليه، بس هي جنوب الولايات المتحده على طول كده في الجنوب بتاعها. هو واخد من اول المكسيك وهو نازل واخد الجنوب، لكن الامريكان ما عندهمش. يبقى ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ لاتين امريكا او ساوث امريكا او اي حاجه. ماشي؟ بس مش ساوث امريكا، يعني الساوث تحديدا من اول المكسيك وانت ايه؟ وانت نازل كده. دي حزمه كده. وطبعا الحزمه دي مين اللي شايلها على كتافه؟ المكسيكان او البرازيلينسز. الاسامي واضحه. طيب في حزمه ثانيه بقى يقول لك ايه؟ حتت في اسيا، حتت في اسيا يمثلها العراق وسوريا واليمن وحتت كده. دي حتت في الميدل ايست، في الميدل ايه؟ ودليل على كده فعلا ده ما قال لنا مصطفى، تلاقي في الكتب يقول لك بغداد بويل او حلب بويل كده، واخد اسامي الحتت دي او خدتوها زمان ونسيت، يقول لك اورينتال سور. ايه اورينتال سور دي؟ القرحه الشرقيه، هو قصده في الشرق في الميدل ايست. ماشي؟ حد فاهم حاجه؟ دي تاني حزمه، حزمه في اسيا اللي هي بتاعت الميدل ايست. في حزمه في افريقيا بقى تمثل ايه بقى؟ اثيوبيا صح؟ والحتت دي. ما في اثيوبيكا، مش في ميجر وتروبيكا واثيوبيكا، يبقى اثيوبيا. الحزمه الرابعه بقى يقول لك ايه؟ الميديترينيان بيسن. يعني ايه ميديترينيان بيسن؟ وادي البحر المتوسط. عشان كده هي تلاقيها في مصر بس في الشمال، تلاقيها في مطروح، تروح في ليبيا تلاقيها في الشمال. البلاد اللي حوالين مين؟ بس حزام صغير كده، بيس حواليها كده. يبقى هي موجوده في كام حته في العالم؟ اربعه. امريكا الجنوبيه او جنوب امريكا وخلاص. ثم افريقيا، اسيا، الميدل ايست، الشرق الاوسط. ثم حوض البحر المتوسط. ثم حتت في افريقيا. مفهوم؟ ايه فايده الكلام الفارغ ده اللي ملوش اي لازمه؟ يقول له اشمعنى في كل حته في الدنيا؟ حتت او حتت لا. مشهوره قوي في بلاد او في بلاد لا. مصر طيب فيها ليشمانيا ولا ما فيهاش؟ فيها، احنا قلنا مطروح. مصر كده ما فيهاش. في حتت معينه في مصر اللي هي الحته الحدوديه بس. عشان كده لو حد شاف ليشمانيا هتلاقي ليشمانيا ليها ثلاثة أربعة سيناريو في مصر. بص هنا يا هادي، طبعا كلنا عارفين لاح فين كده، رسم الخريطه كده بتاعت مصر صح؟ اهو ايه بقى الخريطه بتاعت مصر؟ مصر بقى حاجات كده، الحتت الشماليه بتاعتها يبقى ايه؟ داخله في الميديترينيان بيسن صح؟ الحتت الشرقيه بتاعتها داخله فين؟ داخله الحته بتاعت قريبه من السعوديه وقريبه مش عارف ايه وكده، والحتت اللي تحت كده السودان سوريا افارقه وكده وهكذا. فهي لما يبقى في مصر اللي شاف حالات حاجه من ثلاثه اربعه كده،
لا ساكن في مطروح، لا ساكن في سينا. سينا بالذات سينا دي اطلاع قريبة جدا، حتى دي فيها اورش مناعيس لانها قريبة من الجيوغرافي بتاع مين؟ ده اول سيناريو. قولوا انت موجود في حتة حدودية، لكن مثلا القاهرة كده مش عارف في بالي سويف ما فيش كلام، ما فيش ما فيش ان المنطقة دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اسمها فيها حاجة. شاف حالات كده هيطلع ايه يقول لنا مثلا ما فيهاش. في سيناريو تاني خالص ممكن يكون لو ولا في سينا ولا في مطروح ولا في اي حاجة، بس راح سافر ورجع. مشهور قوي شلحي، مشهور جدا موضوع الحج ده. لما ايه؟ المهم ان انا متعود انا على الجنان ده. راح الحج ورجع الجات له ليش معنى؟ ايه؟ طب ده الدنيا في الارض؟ الدنيا حرفة. طب يفيد البتاع؟ حضر لحد ما الدنيا ساعة؟ عشان انتوا طبعا الشدود الفكري اللي احنا فيه دي. معلش معلش هو شذوذ حراري ماشي. على الحد من الساعة. خلاص الشيتوس. خلاص الشرقية والبيس وكده ليه؟ ايه؟ ليه الشرقية والبيس؟ ما هو الشرقية أصلا ناحية الشرق برضه. يعني حدود يعني؟ اه. هو أصلا لما العرب دخلوا مصر من الحتة دي لو تعرف بالك يعني. كنا بنقول اسمها بوابة مصر الشرقية على فكرة. لما تروح تقرا فين؟ طب ما احنا اصل الشرقية ليه برضه؟ ما احنا قلنا ليها سايكل لازم تكون متوفرة اللي هو حيوانات او اسماك. لا يا ستي هو في رينج للساند فلاي والحاجات دي، في رينج ممكن. انت مش لازم بقى تجيلي غابة تقول لك الغابة جاية لي وبعدين انا شايف الغابة بتتحرك وشفت الراجل. لا هو الفيكتور، هو انا قريب من الفيكتور يعني. الفيكتور مثلا ايه في السعوديه كده يجي كده على سينا يروح لسي كده يعني ممكن، وكان زيس يروح لسينا شويه ويرجع كده يعني. فالفيكتور مش الغابه تتنقل ولا الصحراء تتنقل ولا القناين يتنقل كده يعني، ولا حول ولا قوه الا بالله برضه. ده على قديم وكل ده. المهم كنا بنقول يا ربي الاحتمال الاول ان يكون عايش في حته ايه؟ الغابه بتجيله بيشوف الغابه وين. طيب الاحتمال الثاني الصفر، انا رحت حج ورجعت، رحت اشتغل ورجعت، حاجات زي كده. الاحتمال الثالث ان يكون حد جالنا بقى مصر. اول ما السوريين دخلوا كده من سنتين ثلاثه كده يعني كانت كميه كبيره كده. كان ايه بقى ساعتها؟ شغل كتيره جدا في المستشفيات، السوريين سوريين سوريين عندهم الليشمانيا. هو جايبها معاه بس مش هيعدي حد لان هو الليشمانيا اللي ايه؟ فالانسان اللي في حالات نادره. ده الاحتمال ايه؟ الثالث. ده الاحتمال ايه؟ الثالث. اللي شافوا حالات الأمين شاف حالات المستشفيات كان دي أن الأمين دول كان عسكري بيغطي الجيش بتاعه، راح يعني خد الإشمانية وجي في تاني كان برضه في الجيش، كان برضه في الجيش، جيش في سينا، جيش في حتة بعيدة لازم. اللي شاف هو كان نفس العسكري. بعد كده تشوف حالات وتسال سؤال وتتامل هتلاقي بيطلع حاجه من الثلاثه دول، يا هو في حته حدوديه، يا بيروح حته حدوديه، اي حاجه كده، يا سافر ورجع يا جاي يا سافر اي حاجه يا حد جاي لنا بس خلاص. طيب خلصنا احنا من الموضوع ده. نيجي بقى للكلاسيفيكيشن وده خطير قوي. طبعا انتوا في ناس لو واخده بالها من الكلام ايه بقى قالت لنا ان ممكن، وطبعا بلاش كده بقى عشان ايه معانا سهام، معانا سهام بقى. في حاجه اسمها اولد وورلد ليشمانايسيس ونيو وورلد ليشمانايسيس. اولد وورلد دي بس بقى دي ما حدش بيجيبها دلوقتي بقى كله نيو وورلد. اولد وورلد اللي هم مين بقى؟ الحوض المتوسط، اسيا، افريقيا، الكتله دي كلها يبقى اسمها اولد وورلد بتاعت العالم القديم، الناس القديمه، الناس كده يعني. طب والتاني بقى اسمه نيو وورلد. نيو وورلد اللي هو مين بقى؟ مكسيك، برازيل، الكلام ده كله، امازونينسيز، الكلام ده كله. طيب ده كان كجيوغرافيكال ديستريبيوشن. انا مال انا يعني مع الاشمانيا وخلاص كله؟ لا، مع الاورجانيزم هيختلف والفاكتور والفيكتور يختلف وطبيعه الريزرفوار، فده ربما يكون له اختلاف في الكلينيكال بيكشر، وده فعلا بيحصل. نقول له يعني هو الرودنت بتاعتنا زي الرودنت بتاعتهم؟ الرودنت قاعد في الصحراء وهيموت وبتاع، فله ظروف قاسيه كده،
هناك عايش في الغابه بقى وما اعرفش ايه في ظروف مختلفه يعني. فده بيأثر على الباثوجينيسيتي وعلى الكلينيكال بيكشر. طب دي تقسيمه جغرافيه. نيجي للتقسيمه الثانيه اللي انت قلتيها في كوتينيوس بيجي في الجلد طبعا. الوات بتدرس فين؟ ربما تدرس مثلا بتشك في قلبي في مخي بتدرس في جلدك. يبقى البدايه ان يبقى كوتينيوس بس ممكن يدسمينيت للانترنال اورجن يبقى اسمه فيزرا وممكن يروح للميوكوزا. عشان كده في ثلاث مستويات في ثلاث ايه؟ كوتينيوس ميوكوزا وانترنال اورجن ده كان كايه؟ كسيستم افكتيف. طيب بص بقى في الجدول بس اهدى بالله انا عندي الكوتينيوس يعني في الجلد بس ميوكوتينيوس يعني خد الميوكوزا مع الجلد. المستوى الثالث بقى فيزرال بقى خد كل حاجه فاهمين؟ وكل واحد من دول ممكن يكون اولد وورلد وايه؟ ونيو وورلد. في جدول بقى نفسي تبص عليه وتقول لي لاحظت ايه في الجدول ده؟ قول له انا ما لاحظتش حاجه برضه. طبعا ده تطبيق للكلام اللي انا لسه قايله لك من شويه ان الاختلاف الجغرافيا هيفرق في الكلينيكال بيكشر. مثلا انت ممكن تقرا الجدول ده بالطول او بالعرض. شوف الكوتينيوس مثلا شوف الاولد وورلد. الاولد وورلد اللي هو العالم القديم في الخلف كوتينيوس ولو عمل يعمل فيزرا لو مفيش مفيش. انت قول له كده انا بروح العراق ولا بروح الحته دي؟ مين شاف في العراق؟ طب معانا تماره كده اهو شفت حالات في العراق؟ كانت ايه بقى كوتينيوس ولا فيزرا ولا ايه؟ كوتينيوس. ما شفتيش فيزرا ابدا؟ شايف حاجه خالص؟ مش شايفه مش حاسه مش المهم كوتينيوس اكتر مفيش غير كوتينيوس بس في فيزرا في حالات متقدمه. طيب نيجي للنيو وورلد المكسيك البرازيلي قال لك لما يجي هناك يجي ميكو كوتينيوس وما يجيش ايه؟ كوتينيوس كتير ولا يجي فيزرا. انا هطلب منك طلب عند ميكو كوتينيوس حط بلس زياده مش مدين بلس خليهم ثلاثه. انا غرضي ايه؟ لما تيجي تقارن الثلاثه دي بالاثنين اللي قبلها يعني يقول لك ان ميكو فينيس اعرف. اوكي؟ طيب طبعا واضح ان هم ايه يعني كملوا بعض. يعني في الاولد الكوتينيوس وممكن فيدرا. مفيش ميكوزا او ميكو فينيس. هناك تلاقي ميكو فينيس اكتر وممكن كوتينيوس وفيري رير فيدرا. طب اساله بالشقلوب بقى. لما اقول كوتينيوس مخك يروح للاولد. وان كان في نيو بس لما اقول ميكو فينيس نيو ده لما اقول فيزرا اولد. مفهوم الكلام ده؟ طيب انت ممكن تسال نفسك تقول يا ربي يعني هو في ليه في بلاد كده وفي بلاد كده؟ اقول له المشكله مش في البلد المشكله في الاورجانيزم اللي موجود ده. الفيرنس بتاعك تسمح له انه يروح فيزرا وده ما تسمحلوش بس طيب. قبل ما اخش على الكلام بقى هطلب منك طلب صغير مكتوب فوق كده ايه رايك في الايج والسكس بتاع الليشمانيا؟ في ثلاثه هنا شافوا ثلاث حالات في مصر تقريبا هي نفس الحاله. كان ميل وسنه صغير عشان هو عسكري في الجيش ابو في العراق. هي صغيرين اكتر بس كل الايجز بس الغالبيه العظمى صغيرين قد ايه؟ يعني طب ولاد ولا بنات؟ بص هو طبعا ده ما هي قالت اي حاجه اصل اي حد في الاعراس هيجيله بس الغالبيه العظمى يكون ميلز ويانج ادلت. ليه؟ قال لك ده اللي ايه؟ في اكسبوجر يطلع بره كتير يعني مش هو عايز تكسب ولا هو يدرس مثلا يدرس مثلا في البدروم بتاعهم لا مش عايز يخرج يروح غابه يروح صحراء او يروح حته متطرفه واسمي فالاكسبوجر اوت دور ده محتاج ميل يانج ادلت في الغالب يعني تمام. يقول لك اهو اكتر هو مكتوب في البورد اول ايجز اند سكس اي حد بس في الغالب موست كومن اللي هي ميل بتوين ايه؟ 20 ل 40 20 ل 40 طبعا مش لازم 20 ل 40 شرط يعني بس هو ده السن اللي بيخرج فيه وهكذا يعني. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول والله انا عارف انا هعمل ايه دلوقتي. انا هبدا ادرس الكوتينيوس بالتفصيل وبعدين وبعدين بنفس الترتيب ده لان الكوتينيوس هو اللي يهمني يعني ايه؟ وهدرسه في العالم القديم ولا في الجديد؟ هدرسه في الاثنين بس مين اللي يهمني انا؟ عشان اساس ان انا برازيلي يعني تقول احنا لو خدناها بالقوميات انا كمصري ولا ما عندناش ليشمانيا يا دكتور وبالتالي انا ايه؟ مش هدرس خلاص وانا مش بروح حتت متطرفه انا قاعد في تقول له انا من سكان مدينه نصر فما عندناش ليشمانيا. فتعال ناخدهم واحده واحده ناخد الكوتينيوس وبعدين ناخد الميستوتينيوس
في كالكوك نصف اي حاجه من ثلاثه
ده لو ظهر اصلا ممكن ما يظهرش. لو ظهر يظهر حاجه بسرعه كده وتخف بسرعه وتسيب سكار اسمها ايه؟ هتلاقي جسمك كله انتشر بقى والاورجانيزم راح يبقى ده اسمه ايه؟ ديفيوز او مناعه ضعيفه. هتلاقي في النص كده في ألسر وكل حاجه مش حدد فيه. مش حدد فيه ليه؟ لسه ما عندناش مناعه كافيه انها تخف ولا في نفس الوقت ايه هينتشر. يبقى كام احتمال اهم؟ ثلاثه. في بحث غير ان هو يعني خلاص ما انت تجيب تشتغل بقى تشتغل علينا احنا بقى. انا بقى كده شغلوني كفايه بقى عشان تسكتي بقى. دلوقتي في مشكله كبيره جدا. احنا قلنا الليشمانيا دي او الليشمانيا دي عباره عن جرانيولوما زي التي بي وزي الليبروسي. وانت اتعلمت زمان ان الجرانيولوما حاجه زي فلاتاني انفيتيشن انفكشن تحوط كده. بس انت لما عندك تقل ممكن يحصل له ايه؟ فلير. فلير. عندك تي بي فوكس تاخد يوم بلس فاكتور الفا انهبيتور تاخد مش عارف ايه يحصل فلير. حتى يقول لك ري اكتيفيشن اوف تي بي. طب ما ليش معايا نفس الكلام؟ انا ممكن تكون دخلت وجسم غلب عليها وعمل لها كلوزنج كده في فايبروزس وبتاع. بس لما مناعتك تقل في اي وقت يحصل ايه اكتيفيشن. عشان انا ممكن اقول لك ايه بص بعد هيلينج وبعد كل ده في لحظه يحصل ريكارنس لما يكون الاميونتي ايه؟ تقل. مفهوم؟ لما يحصل ريكارنس بيسموها اسم تاني خالص بيسموها ليشمانيا ريزيديفانس. ليشمانيا ايه؟ ريزيديفانس. ريزيديفانس يعني ليشمانيا اللي هي قاعده عندنا كده. يبقى ما انواع الكوتينيوس ليشمانايسيس؟ قول له بص باعتبار التوزيع الجغرافي قلت من يوم باعتبار هيحصل ولا لا ممكن تبص على النوتس او تعمل كليجن بقى يا اكيوت يا كرونيك يا ديسيمينيتد يا ريكارد. مفهوم؟ حد فاهم حاجه؟ هيا بنا ايه نلعب. كله فاهم؟ حد عنده مشكله؟ المخطط مهم؟ طيب بص بقى تعالوا بقى ايه نبص الصفحه الثانيه ونتكلم عنهم واحده واحده. مين اول واحده يا عبد الصمد؟ اكيوت لوكالايز كوتينيوس ليشمانايسيس. شوف الكلام واضح جدا. اكيوت يعني هتخف بسرعه يعني الموضوع مش هيطول يعني معناتك ايه؟ قوي. طب وبين قوسين كلمه لوكالايز يعني ايه؟ جرانيولوما حوالي. ما هي كلمه لوكالايز دي تقول لك بص بص كله انا بقول لك اهو انا بقول لك لوكالايز يعني ايه؟ يعني الموضوع هيبقى ملموم. ايه اللي لم الموضوع؟ يعني انت ما عرفتش. طيب تعالى بقى نقرا الكلام وتحس ان الكلام سهل جدا يا مازنجر وانت بتنام كده حتى وانت نايم تلاقيه سهل. يقول لك ايه يا مازنجر؟ السايت اكسبوز سايت فيس ونك وار ولينك. بذمتك ليه؟ اكسبوز ارث يعني هتورثك فين؟ هتورثك يعني تحت لا هتورثك في حته مكشوفه وشك ايدك رجلك. طيب بص بص الليجن مين يقرا الليجن كده بمنتهى الذكاء وبابيوم تكبر تعمل السر تخف بدون سكار صح ولا مش صح؟ قولوا ده على فكره ده السيكونس بتاع اي جرانيلوم. انت عارف يا مصطفى مصطفى تليفونات حتى البي سي جي كده لما تقطعها يعمل بابيول ونجم وتالسر وتخف بسكار. ده السيكونس بتاع اي جرانيلوم في جسمك. هو جسم يتعامل معاه كده يعمل تكتل حواليها مناعه قويه تدمره يسيب سكار وخلاص والموضوع خلص. طب تتوقعي كده يا مازنجر وانت بتنامي كده يعني حتى وانت بتنامي ما انت ممكن تتوقعي او توعي انت كده وانت لو بتتوقعي كده وانت نايم يبقى النمبر اوف ليجن قد ايه في الاكيوت لوكالايز تايم؟ سنجل عليك مش عارف كده واحده اثنين يعني مش ارس ارسين او مثلا مش هينتشر يعني. بس لو انتشر بشكل لوكالايز دي حاجه خدناها قبل كده اسمها سبور تريكويد ايه باتر لانه ممكن ينتشر عبر الليمفاتيك. اكتب عليه مهمه جدا. بص يا محمد محمد انت قاعد لوحدك النهارده يعني ما حدش معاك من بتوع الدكتوراه يواسيك ولا حاجه. بص بقى يا محمد هو في الغالب ارصه او ارصتين يعني بعد كده بيحس بيقول لك ايه ده في حاجه يعني فتبقى ارصه او ارصتين. فانت بتلاقي 1 اور 2 ليجن بس ممكن شويه ليمفاتيك لوكالايز كده يعدي فبيطلع مكانه شويه ليجن بيبقى اصغر شويه بيسموهم ساتلايت ليجن. الباتر اللي ده اللي يمشي معلم قلنا اسمه ايه؟ له اسمين بيسموه ليمفوكوتينيوس باتر. ليه ليمفوكوتينيوس باتر يا مصطفى؟ ليمفوكوتينيوس ماشي مع الليمفاتيك بتاعت الجلد. او بيسموه سبور تريكوي باتر. ليه؟ لان في مرض في الفنجس احنا خدناه وناس طبعا كله خد حتى الجداد يقول لك هعمل روح برضه انا هعمل روح بقى جديد جدا انا هعمل روح ما جتش خالص انا هعمل روح من نيو وورلد. ايوه لما كنت لسه جديد ده ايوه سبورت ريكوزس في السبت في ناس فنجس ايوه اللي هي بتاعت الروز جاردن انا بس
لو بتاع الوالد بتاع الوريس كان الوريس اي عارفه بقى حضرت السبتين مش في رايك بقى دكتور انا حضرت اخر صفحه في الكوم بتاع الوالد ليه ليه وبعد ما جيت انا السبتين اسمه سبورت الكوز والوالد والكلام ده ايه رايك بقى والله طبعا ده دليل على ان انت طاسه تيفال تيفال ده طاسه طاسه ما بتعملش تلزق فيه او سيراميك اللي احسن من وكانت عليها كل حاجات طبعا بقى دي عامله زي يقول كده انا عندي وانا شخصيه ثانيه من زمان طبعا مرحله نادره جدا المهم يبقى كل تاني زي تجميع حتى انا قلت ساعتها ايه ده بيجي لك ديفرنشال دايجنوزس سبورت ريكويد باتر بيحصل في ايه كذا وكذا حتى في الأوضة الثانية في الأوضة الثانية صح؟ حتى في ايه؟ خالص عناية 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 والله العظيم عناية عناية وعيني الجمل وعيني البوم هذا أربع عيون خلاص يبقى هو الليجن يا واحدة يا اثنين ثلاثة عن سبورت ريكوي طب آخر كلمة عشان نقول لك بعدين نتفرج طب ايه الفيت اوف انفكشن؟ فيت اوف انفكشن فيت اوف انفكشن هيخف ازاي؟ ممكن يجيب طب لو المناعة ضعيفة يجيب السيمينين ده من النوع التاني اللي هو السيمينين مش احنا قلنا هو ده الكولايز ايوه ما هو ده الكولايز بس انا قصدي افرض حاجة حصلت كده يعني هنتكلم كلام عادي ما هو الفيت الاولاني كده خلاص بقى الكولايز الكولايز طب السيمينين طب كده طب خمس دقايق بس نصلي قبل العشاء بنرجع خمس دقايق قلنا التوتينيوس الاكيوت لوكالايز تايب اللي هو بمناعة قوية قلنا الاكيوت ده بعد كده انت ما بص خد بالك ما هو لو كان ناوي يبقى كرونيك ما هيبدا اكيوت فكله هيبدا كده بس هل هو بقى هيسكار ويخف ويخلص يبقى ده اكيوت ابتدى يفضل كده مش عايز يخف دول 6 شهور 8 شهور يبقى ده كرونيك ابتدى السمرين يبقى ده السمرين لكن البدايه واحده في بس كلمه صغيره شايفين الصور اللي عندك دي صور جميله جدا 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 انا عندي ايد ورجل اكستريميتي صح؟ وعندي بابي والبابي بقى الالسر والالسر كان في مسألة الستار والامور ماشيه كويس جدا صح ولا مش صح؟ حلو ده هو حتى في حاجه غريبه جدا هو جاي ده الرجل جاي كده ومعلم عليه ايه الايد اللي معلم عليه؟ الارسر؟ الارسر طب والارسر ما عملتش ارسر ليه؟ كانت ارسر ساده طبعا ده اللي انت غير ما تست ما احنا زي ما التي بي لوبتي بالكليب والليبروس اللي له برومين هنا عندنا اسم هناخده اسمه ليشمانين او اسمه اسم تاني بقى هنركب اسمه مونت نيكرو تيست مونت نيكرو تيست ده بقى ايه؟ تروح ايه؟ انتراديرما هو هنا جايب لك الانتراديرما الجنب الليجن معناه انه بوزيتيف وعامل انفلوريشن نفس الكلام بالظبط بتاع التي بي وبتاع الليبروس حد فاهم حاجه؟ طيب طبعا انت كده فهمت والدنيا بقت حلوه بالنسبه لك يقول لك لا بقى طالما هم لا يفهموا كده نبدا نزود شويه قال لك انت عارف النوع يا دكتور يقول نعم يقول انت عارف النوع اللي هو الاكيوت اللي هو اللوكالايز اللي هو مناعه كويسه اللي هو في العالم القديم او الجديد اللي هو بيخف بسرعه بس الكلام ده كله في منه نوعين فدكتور انا هتوه منك في الغالب يعني او انا في الغالب تهت يعني قول له بص ركز ارجع للخريطه كده احنا لسه في اول نوع اللي هو الاكيوت النوع ده نفسه في منه نوعين في منه ايه؟ اسمهم ايه؟ مكتوبين في الجدول عندك؟ اسمه رورال وايربان يعني ايه بقى رورال وايربان؟ رورال يعني في المناطق الريفية في الريف وايربان في المناطق الحضرية في المدن قول له بعدين يعني انت في المكسيك جاي لك في قرية ولا جاي في مدينة؟ قول له ده يفرق في حاجة عندك؟ قول له يفرق جدا 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 بص يفرق في السورس اوف انفكشن كل ايه السورس اوف انفكشن ما كله ليشمانيا وبتيجي من انيمال عن طريق ارثر قول له لا مين فاكر في حاله نادره كده قلنا هيومن لهيومن يجي من هيومن لهيومن تروبيكا اللي هو تروبيكا طبعا ده في العالم القديم يعني تروبيكا في العالم القديم عشان كده يقول لك الاولد وورلد تركز الاولد وورلد الكوتينيوس ليشمانايس دي ممكن تبقى رورال وايربال فرقك في ايه؟ ان انت في الارياف هتلاقي بقى في انيمال وفي غابات الارياف في المكسيك لو احنا عندنا بقى تلاقي بقى الرودنت والكناين عايشه كده وسط الناس وبتاع صح؟
فممكن ساعتها يبقى زونوتك عليه خالص. ولو كان بقى اوربان في مدينه يبقى ساعتها ممكن يكون ايه؟ يكون مثلا طبعا معنى كده ان هيومن عض هيومن ولا حاجه، ما معناها ايه؟ عشان انت عارف انت انت يا مستعمل لكن هيومن هيومن عادي عض يعني هيومن عض هيومن في المدينه ولا ايه؟ لا هو نابوسه سانت فلاور ارست هيومن وارست هيومن تاني كده يعني. قالوا كان مفيش انيمال داخله في الموضوع. قلت انا استفدت ايه؟ قلنا خدنا في الديرماتوفايت لو حد فاكر الديرماتوفايت دول ذكر اسماء كده كل الناس ان لو هي من انيمال سورس بتعمل سيفير انفلاميشن كيوزنج ويت وكده، اما لو من انيمال سورس بتبقى ايه؟ وده بيخليها كرونيك. عشان كده هم عملوا التفرقه دي للسبب ده. قال لك النوع الرولر بتاع الارياف في الغالب دايما انيمال زونوتك وده نوع ميجور مش كرونيك بقى ميجور. وده ساعتها يعمل لك ايه بقى؟ سيفير. يقول لك ويت تايب يسموه ويت تايب. يعني ايه ويت تايب؟ ويت يعني في ميه كروزنج يعني في انفلاميشن شديد يعني. مفهوم؟ طب لو كان بقى ايربان في مدينه كله في الغالب ده يبقى هيومن بيسموه انثروبوفيليك في زونو فيليك وانثروبو ايه؟ فيليك. وده في الغالب يبقى انفلاميشن ايه؟ قليل بيسموه دراي تايب. الانسان الانسان بس يكون الانسان ده بيتعلم الحيوان الاول بالظبط خروج الحيوان الاول بعد كده بنحكي بقى ما نتوسل احنا مالنا ولا مالنا دعوه بالناس. الحياه تمام وبعد كده الانسان الانسان. بس برضه الانسان عن طريق ايه؟ الساند فلاي عن طريق العض والعضلات الكلام ده كله مفهوم ولا مش مفهوم؟ ناخد بالنا من حاجه خطيره جدا. يبقى اذا ايه؟ ليه قالوا رورال واير بانك؟ عشان الفرق بس بسرعه كده بقى كده الرورال واير بانك ده من انيمال ده من هيومن ده ميجور ده تروبيكال ده هيبقى اكيوت وودن وده هيبقى كرونيك ودراي. الحاجه الوحيده اللي هي تبقى كلينيكال ان في واحده هيخف بسرعه والثاني يبقى بطيء شويه. مين اللي هيبقى بطيء شويه؟ الاربان الاربان شاطر اللي هو بتاع ايه قلت لك؟ قلت ايه؟ الاربان بتاع التروبيكال بتاع التروبيكال بتاع التروبيكال بتاع الانسان يعني. طيب حد فاهم حاجه؟ خلصنا من مين احنا كده؟ من الاكيوت بنوعيه في العالم القديم. ان اصلا ميجر وتروبيك لو حد خد باله دول في العالم القديم اصلا. عشان كده لو انت ذكي وتجيب ورقه كده في البيت وتروح كده يا دكتور انا خدت الميجر دي بتاعتي بتاعت الاولد وورلد كوتينيس ليشمانايسيس ها رورا. طب التروبيكا دي ان كل واحده اللي انا عاملهم بالبورد دي بتعمل حاجه وده جاي لك في الام سي كيو بقى. مثلا اولد وورلد نون نيو وورلد ان ذا اولد وورلد كوز ذا باي وتجيب كده قدام بعض كده ميجر تروبيكا اثيوبيكا مش عارف ايه فاهمني؟ هو ده الاسئله تبقى كده فانت ترتب دماغك. ادينا خدنا اثنين وعرفنا بيعملوا ايه. ايه الاحتمال الثاني غير الاكيوت اللي يبقى كرونيك لوكالايزد؟ كرونيك بقى لا عايز يخف ولا بينتشر. المناعه هنا بين البنين عامله زي البوردر لاين ليبروس كده لو حد يسمع كده ان الليبروس كان في تيوبركلويد والبرومتاس وفي بوردر لاين زي ما هناخد ان شاء الله بعد كده. المهم فده اسمه بيسموه كرونيك كوتينيوس او بيسموه لوبويد. بيسموه ايه؟ لوبويد. يعني ايه لوبويد؟ عامل زي اللوبس. لان خد بالك يبقى في وش كل كيعه كده لا عايزه تخف ولا عايزه تنتشر. طب ما ده عامل زي اللوبس بالجالس تي بي عامل زي البسكويت لوبس كده. انا قلت لكم زمان وهنقول تاني اي ماس كده اسفجرنج في الوش بيسموها ايه؟ لوبس. واحنا عندنا لوبس كتير لوبس ايه بالجالس بتاع تي بي ديسكويد لوبس ده لوبس اسماتوزس صح؟ في لوبس بيرنيو اساركيدوزس هناخد الكلام ده كله اللي مش عارف يعني هيعمل ايه. الاحتمال الثالث ده عايز مناعه ايه؟ قليل. طب قول مين يقرا يقول لك ديسيمينيتد او ديفيوز حلو؟ له اسامي تاني بيسموه انرجيك. انرجيك كلمه انرجي خدناها في المناعه يعني اليوم بقى لسه المناعه مش شغاله او بيسموه بص لبروميتوس. البروميتوس عامل زي مين يعني يا عبد الصمد؟ عامل زي ليبروس. عامل زي البروميتوس ليبروس. احنا عندنا تيوبركلويد ليبروس المناعه كويسه فهم سموه زيه كده. طيب شوف بقى الجمال بقى قال لك ده لو في العالم القديم تعمله اثيوبيكا من بقى مركز يبقى الميجور بتاع كذا التروبيكا بتاع كذا والاثيوبيكا. طب ده في العالم القديم لانه اثيوبيكا يعني انت لو واحد في العالم القديم وجات له اثيوبيكا توقع ان يكون ايه ديفيوز ان هي الباسوليست بتاعتها عاليه لو انت مناعتك كمان ضعيف حاجات زي كده. طب لو انا في العالم الجديد امازونينسيس صح ولا مش صح؟
انت بتكتب كده في ورقه بيضه كده في البيت، تكتب وصيتك في الاول وبعدين تروح كاتب ورقه بيضه عشان لو تبقى موجوده مع الاولاد يعني. كنت واحده انت ممتحن تديها لي ده بتاع ده بتاع ده عشان في الام سي كيو مفهوم ولا مش مفهوم؟ طبعا يقول لك ايه؟ بتلاقي ريديوتسيت ومالتيبل ليجن الكلام ده كله مفهوم. طب ومين بقى الريزيدفانز الجميله دي؟ يعني ايه ريزيدفانز؟ اللي هي الريكارد بعد ما خف يرجع كده. خلصنا مين؟ طيب بص بقى يا سيدي، انا خلصت الكوتينيوس وده يهمني قوي من ناحيه ايه؟ ان انا كان كبتاعي جاي يهمني الكوتينيوس اكتر من حاجه ثانيه. في نفس الوقت عالم قديم، انا كل احنا كعالم عالم قديمه يعني ايه؟ يهمنا بتاع الاولد وورلد، والاولد وورلد غالبيته يبقى ايه؟ كوتينيوس. نيجي للنوع الثاني اللي الاهميه بتديها للميكو كوتينيوس. الميكو دي انت نادرا ما تشوف في العالم ايه؟ ده هو اولموست اكسكلوسيف لمين؟ بيقولوا ده عشان بس لما تروح المكسيك او البرازيل او كده ربنا يوعدك يعني تروح تشتغل هناك دعايه ولا حاجه فتروح تعرف الكلمتين. تعالى شوف الكلمتين دول. هو اولا مش ميوكوزا بس، ده ميكو كوتينيوس. ليه؟ اللي هو بيجي في حته الميكو كوتينيوس جنكشن. تعالى شوف صور كده، في صورتين جمال قوي من ناحيه الكلام. مين يقول ايه صورتين الجمال دول؟ بص على كده. وتقول ايه الصورتين دول؟ هو خد بالك لازم القرصه تبدا في جلد ديستركتيف يا دكتور. الله ينور عليك. هو مشكلته الوحيده ان لما يروح الجلد يعمل اسكار خلاص حاجه ايه؟ كنور. لكن الجلد ياخد مثلا ادجيسنت بيكوزا، ياخد بيزا بيكوزا، ياخد ليه، ياخد بتاع الخوف كله عامل زي اللغز بالجلد زي الديسك والحاجات دي، يعمل سكار ديفورمتي. فتلاقي لما تشاف كده اثر على البورر، اثر على الليزر، يبدا يعمل ديستركشن والكلام ده كله. طبعا ده في البلاد اللي هي بتبقى اندمج فيها الموضوع ده. حلو؟ قول الحمد لله بقى انه مش عامل حاجه على مين؟ طيب احنا بنخلص يا في الجلد يا في الفيزر على طول. نقلب السقف نرجع تاني. طب ايه انواع الاورجانيزم هنا؟ هسال سؤال لمصطفى. مصطفى ما تبصش يا مش لازم وش عايز يغشها قبل ما اسالك. بص يا مصطفى هيبقى هنا بقى الفانتوم ولا شجاسي ولا تلوباني؟ يا سلام عليك يا مصطفى، شوف مصطفى ما وجعش في الفخ اهو. لان انا بيكون تينيس في الغالب في مين؟ بقول له لا خش لي بقى ناحيه المكسيك كده والبرازيل وبيرو كده والحته دي. فشويه ذكاء كده وانت بتذاكر هتلاقي الاورجانيزم ايه مين يقرا؟ برازيلينسيس. قول لي يا سلام يعني امازونينسيس بتاعت الديفيوز كلينيس بتاعت العالم الجديد، وبرازيلينسيس بتاعت ايه؟ بيكون تينيس في العالم الجديد. محدش جاب سيره هنا ايه بقى فانتوم شباسي التروبيكا بتاع قلت عالم قديم ده يابا عالم قديم احنا خدنا في العالم ايه؟ حد فاهم حاجه؟ مصطفى مصطفى تليفونات ما هي كله تمام كده؟ يلا نقلب بقى السقف. ايه النوع الثالث؟ اللي ما اتقالش طبعا ده ايه؟ اللي ما اتقالش ما ذكرش اصل خلاص مفيش حاجه تتقال يعني تحس ان مفيش حاجه تتقال يعني. انا قلت في الشرح ان في ايديما وسولين ودستراكشن كلام كده يعني بس ركزوا معايا كده في الحاجات المهمه. طيب ايه الاحتمال الثالث؟ اللي هو الفيزرال بقى ده عالم ايه ده؟ في الغالب عالم قديم في الغالب يعني فاهمين اللي انا بقوله ده؟ هو اسمه فيزرال ليشمانايسيس ده معناه ان الدنيا باظت قوي والموضوع انتشر راح دخل الفيزرا بقى ودخل بطنه. مش كنت تفتكر زمان انت ان الليشمانيا بتاع البطن يقولها لك بتاع التروبيكال يقولها لك برضه بتاع الباراسيت وانت برضه مفيش فايده فيه كل ده قالوها لك وانت ايه؟ المشكله ان دايما تديني اسم تفسير حاجه في الاخر وانت جرانيت برضه انت محضر المستوى كله بطنه بس المناديل كده بس فل بس حط لي مناديل مش محتاج حتى غسيل ولا مناديل بس كده اللي مسحني اللي هو محافظ على نفسي مش بتغسل حد يعني مفيش حاجه بتلزق فيا خالص. المهم فطبعا ده بذرة الشنايس في الغالب في العالم ايه؟ القديم او الغالب وده بيسموه اسم كده فاكره زمان اسمه كالازار اسمه ايه؟ كالازار هو ده شوف بقى الاسامي بقى واستمتع بالاسامي انفانتا شباسي دونوفان يا سلام بتوع مين دول؟ عظيم انت ممكن تقعد في الارض كده في البيت دلوقتي وتقول لهم خد بالك الميجر بتاع الميجر والتروبيكا بتوع الارياف والمدن بتوع الكوتينيوس في العالم القديم و اثيوبيا ده بتاع الكرونيك في العالم القديم وزيه في العالم الجديد امازونيس يا سلام
الانفانتال من الشكاسي والدنوفان اللي بتوع الفيزرا. يبقى الدنيا مش كده سايحه، ده كل واحد بيعمل ايه؟ قول انا مش فاكر برضه ولا ايه ولا حاجه، بس تقول له كده، تقول له بالفعل كل اورجانيزم بيعمل حاجه معينه. طب طبعا الفيزرا مش محتاجه مذاكره، يقول لك عنده فيفر مش جنرالايزد ها؟ مناعه ايباد وسكرينو ايجادي نوزيا وبوميتنج كل حاجه مالتي سيستم ايه؟ افكتش خلاص؟ وبالمره يطلع على الجلد بقى، بس لما يطلع على الجلد المره دي بيبقى نون سبيسيفيك رياكشن. ليه؟ انا عندي حاجه سيستميك طالعه على الجلد، يعني مفيش حاجه ارصاد في جلدك يعني مفهوم. فانت تلاقي ايه بس؟ تلاقي مثلا ايه؟ نون سبيسيفيك بيربر وهايبر بيجمنتيشن و و و او تلاقي الديزيز سبيسيفيك اللي هو بس مكان ما حصل انتري بس، مكان ما اتقرصت ولا حاجه. حد فاهم حاجه؟ اصل هو في المرحله الاولى بدا في الجلد، لكن بعد كده بقى ايه؟ سيستميك ديزيز. اصبري بس ما انت لنفسك فرصه، هو بدا لازم من الجلد صح؟ لكن انا لما بعد كده بقيت سيستماتايز السيستميك ديزيز هيرد تاني على الجلد يعمل كوتينيوس مانيفستيشن. الكوتينيوس مانيفستيشن عامل زي الفيرال كده، تبقى نون سبيسيفيك راش ميزل جيرمان ميزل. الموضوع عامل زي الفيرال، في فيرال رايح مخصوص للجلد يعمل فيزيكال يعمل كروس، لكن الميزل والجيرمان ميزل وكل ده بيعمل راش نون سبيسيفيك. فانت تاني مره بيحصل لك نون سبيسيفيك راش اهو. والمكتوبه اللي هي ديزيز سبيسيفيك دي دي مكان بس ما اتقرص في الاول، مكان الاول كده اللي هو طلع عن طريق الدم ماشي، طلع عن طريق الاستنشاق هو اتقرص في الاول. طيب يعني مش ممكن تكون كده سبب من البدايه؟ يعني مش هي البدايه جت منين؟ حاجه قرصته بس ما فيش حاجه على الجلد بسرعه كانت صعب ان انت ما يجيش حاجه على الجلد وبتاع. طيب طبعا في حاجه ثانيه اسمها بعد ما يخف كمان يسيب اثار على جلده كده اسمها بوست كالادار ديرمال ليشمانايسيس. مين يترجم الجمله؟ بوست كالادار يعني ما بعد الكالادار ماشي. طيب المهم انا كده خلصت على فكره، لو حد خد باله انواع الاشمان غير ما تحس الكوتينيوس والنيوكو والفيزر والكوتينيوس انواع واشكال، وده مزين مين انا قوي بقى ماشي ولا مش ماشي؟ طيب سؤال بقى، كان مصطفى قال لنا ان ليها اسامي مختلفه، وانا قلت لك على فكره كل بلد بيسموها اسامي كده حسب البلد وحسب، مثلا في بغداد يقول لك بغداد بوينت، حلب بوينت، اورينتال سور، اسامي كتيره جدا. مين يقرا كده مكتوب ده لسه حرفه كده؟ الاولد وورد دلهي، دلهي بوينت. ايه دلهي؟ دلهي في الهند ما حد تبعها. علم ايه الهند ده؟ اوه علم قديم. يروحوا بقى في العالم الجديد بقى المكسيك والبرازيل يسموها اسامي عندهم بقى. مين يقرا بقى؟ يقول لك شكلير والستر، اوتا، اسبوندا، اكسرا دودولو، ليه اسامي كده؟ او بوش فور فيرست ياوس. كلام كتير حسب البلد اللي ايه؟ طبعا انت مش تعرف اللغه دي، بس انت لما تروح المكسيك ولا تقول انا عندي اسبوندا ولا واو واو، فانت تقول له اه ده واو واو ده اللي هو اللي فيه. خلاص؟ حد فاهم حاجه؟ حلو. طيب كل اللي فات ده حلو جدا، بس نيجي لسؤال بيتكرر كتير، انفستيجيشن اند تريتمنت اوف ليشمانايسيس. قول له لا دي سهله جدا، نعمل سمير وناخد بايوبسي وبي سي ار وكالشر، ايه الكلام ده؟ ايوه يعني الكلام ده عشان خاطر مازنجر، عشان خاطر عبد الصمد وهبه وهاله، مثلا اسم الكده اسمه ولا حتى حرف، يمكن عشان هو اسماء كبيره لكن عشان كده. طب خلينا بص بقى، يعني كل الناس بتفتكر حرف بتاع دي خالص، يمكن عرفت السبب اللي عرفت. بص بقى انا كنت قلت للناس القديمه اللي قاعده معايا دي اللي هم العالم القديم دول انا هم عارفين وانتوا عارفين كده، كنت بقول لهم عشان نشخص انفكشن يعني نشوف الاورجانيزم نفسه يعني نشوف رد الفعل الملكي. طب الاورجانيزم نفسه نشوفه في سمير اسمها مسح سواد كده، او نشوفه في بايوبسي او نعمل له كالشر. طب ورد الفعل او نعمل البي سي ار بتاعه، كل ده مكتوب قبل كده كخريطه بس انت فاهمه، او نعمل بي سي ار جينيتك ستادي زي ما بشوف رد الفعل الملكي سم جيت الاميونتي اعمل له تيست كده هو اسمه عفريت، يبقى عفريتين تيست وخلاص كده ماشي، او اعمل له الانتي بودي. فدي الليسته بتاعت اي مرض انفكشن. فانت وانت مغمض كده اكتب له الكلام ده، وبعدين قول له مش عارف املح حاجه، مش عارف اقول حاجه، بس ايه رايك في العناوين؟ سمير، كالشر، بايوبسي، انتي بوديز كده يعني. وتكلم تعال نعمل نفس الكلام، انا ممكن اخد سمير او اخد بايوبسي. طب انا لو خدت بايوبسي هلاقي مين؟ انا عيني على ايه؟ انا بدور على ماكروفاج جواها ايه؟ جواها الاورجانيزم. انهي اورجانيزم؟ اماستيكوز اللي هو اسمه ليشمان زيروفان فاني. عشان كده تلاقي الشريحه جميله جدا، هما مش همه بقى ايبيدرمس وديرمس، هو
هم همه ان في مقروفات كتيره وهو نقط سرقه كتير 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 كتير. في النقط الصغيره دي كلها دليل هي الانستي بوت او الليشمان الفني. كلمه السر هي عشان عليها كلمه جيمس ستيل لان عشان تشوفها كويس انت محتاج سبب اسمها ايه؟ جيمس. يعني انا مش هشوفكم بالاتش ام دي طبعا بتبان قوي بس يعني مش واضحه عشان اعمل لها سبيشال ستيل اسمها ايه المره دي؟ اسمها جيمس ستيل. يبقى انا هنا بس اول كلمتين جيمسا اماستيجو ليشمان دونوفان كتر خير الدنيا ماشي. بعد كده اعمل كالشر. هنا بقى المفاجاه اصلي مست الكالشر ان كل اورجانيزم له ايه؟ ايه بقى الكالشر بتاع الليشمانيا؟ قول له كالشر مشهوره جدا اسمها نيكول نوفي ماكنيل ان ان ام اسمها ايه؟ نيكول. طبعا ام سي كيو او حاجه هو مستني انك تقول له الكلمه دي تقول له والله ما اعرف. قول له ما اعرفش الا ايه من زمان البلاد اجار والشكر اجار ده انا فاكره. قول له لا انت عندك ايه بقى؟ نيكول نوفي ماكنيل. طبعا كلمه ماكنيل يبقى جزء من الاسم ماكنيل ماك دونالد ماك دايبر كده يعني زي عندنا يقول لك ابو الليل ابو الخير والله ما هزار ماك دي ضاف لحاجه مش كده هو مش ماك لوحده بس ماك دونالد مثلا وماك نيل اهو وماك دايبر وماك كده يعني. في واحد قال لك ايه طالما ابو 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 احنا نشيل الحته دي ونبص على كلمه نيل بس اسمك ابو الليل اقول لك يا ليل كده يعني او ابو السمر يا سمر فايه بقى؟ قال لك احنا هنشيل الماك دي ونخليها نيل عشان بس وعارف يعمل كده ليه؟ عشان يقول لك ان 3 ام يعني بنسميها الكالتشر دي مشهوره جدا 3 ام وليه اسمها ام ده؟ نيكول نوبي نيل اللي هو ماكنيل يعني بدل ما تقول ابو الليل ولا بتاع قول له ليل وخلاص ماشي؟ يبقى ايه كلام الحاجات الان الاجنبي المثقفات كده ها جيمسا ليش ما تلفان ما اعرفش ايه ثم ايه نيكول نوبي ماكنيل في سؤال طبعا دايجنوستيك نكتب الصفحه نخش على المناعه بقى الانتراديرمال تيست بتاعنا اسمه ايه بقى هنا؟ ليشمانين. قول له ليشمانين يلا لا هو ده ينفع بس هو اسمه مشهور قوي اسمه مونتينيجرو تيست اسمه ايه؟ مونتينيجرو مين يشوفه يعلم عليه؟ اهو تلاقي معايا بس سنيك الانتراديرمال تيست اسمه مونتينيجرو اهو اول كلمه لان خدوا بالكم احنا اي انتراديرمال تيست محفوظ طريقته بقى في الصمت نجيب ماده ونحقنها في الفرقان ونستنى يومين ثلاثة ليه يومين ثلاثة؟ عشان هو ديلي هايبر سيتيفيتي تي سيل ديلي وبعدين نشوف الانديوريشن مش ال اس اي نفس الكلام بالظبط ويطلع بص في الانواع اللي مناعتها قوية ونيجاتيف في الديفيوز ومعرفش مفيش مناعة كل ما في الامر بس هو مستنيك عارف انت كلمة مونتينيجرو دي ولا لا او يجي لك في الام سي كيو مونتينيجرو از جبل اسود في سيرتي مش عارف ايه فراشة صغيرة اختبار حساسية كده تقول له اختبار ده استحاله تقول اختبار هو انا كنت محتار بين فراشه صغيره وجبل خلاص حسبي الله اه تمام زي ما انت طيب طبعا ممكن نعمل انتي بس السيرولوجي دوره قليل هنا لان الجرانيولوما تي سيل بس بيساعد في البشر مفهوم ولا مش مفهوم؟ اذا 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 انت تعمل الانفستيجيشن بسهوله بالفهم مش بالحفظ يعني شوف الاورجانيزم نشوف ليه بيحبوا الحته دي؟ الحته دي فيها شويه ثقافه كده لو انت مش مذاكر مش هتعرفها. لا تعرف مونتينيجرو ولا مونتينيجرو ولا ما اعرفش ولا اوكي؟ اند ايه؟ اند اوكي. طيب نيجي للديفرنشال دايجنوز مين كده يدينا اقتراحات بالديفرنشال دايجنوز؟ طبعا كل حاجه بحاجتها. انا الكوتينس له حاجات، الميكوتينس ليها حاجات، طب انا ايه من الكوتينس؟ الكوتينس حاجه سكسبوز وعامله ألسر. طب ما يبقى ايه تاني؟ يعني حاجه في الوش او في الايد او في الرجل، بابي نودلو بتألسر. قول له طب ما طب ما طيب ايه؟ تي بي شانكر اللي هو البرايمري اتاك ها؟ مش عايز اقول بس عشان ما خدوش تي بي هنا والحاجات ايه تاني؟ مالينس ماشي ايه تاني؟ لوبس بلجاريس برضه لسه عامل شويه للبورد ما لوبس بلجاريس بيبدا كده وبيألسر وبيخف بسكار فانت بتجيب شويه الحاجات اللي في الاكستريميتيز او في الوش الاكسبوز اللي فيها بابي ونوديو وبلاك والألسر والكلام ده كله فتلاقي الكلام ده ارسلو جود باي بيزا سيل كارسينوما التي بي الكلام ده كله ماشي؟ طيب
طبعا في الناس الكبار قوي بتاع الدكتوراه في ديفرنشال دايجنوس في الباثولوجي. طبعا ده بخش في الجرينوم على طول، ده هناخد ان شاء الله ان الليشمانيا دي بتعمل نوع من انواع الجرينوم التيوبركلويد جرينوم عادي خالص زي التي بي وزي ايه؟ فده ممكن يقول لك طب ازاي نعرف بقى انواع التي بي والكلام ده؟ تبقى كزيت يا دكتور. كزيت تبقى مناعه قويه. طيب هنا بقى نيجي للعلاج. وطبعا ده تاني سؤال مهم، احنا قلنا ايه السؤالين المهمين او هو سؤال على بعضه انفستيجيشن اند تريتمنت او دايجنوزس اند تريتمنت اوف ايه؟ كوتينيان ليشمانيا. طبعا الدرس ده يفكرك بقى بدروس البارا زمان قبل التريت يقول لك بريفنشن صح؟ تتوقعوا ايه البريفنشن هنا بقى؟ فاكر انت زمان قلت ايه؟ البعد عن الترش الناموس، استخدام السكرين ناموسيه حاجات زي كده صح؟ هي بقى كده معاك يقول لك ايه؟ بص بص avoiding the bite of sand fly صح؟ personal protection applying insect repellent bit knitting، knitting يعني ايه؟ ناموسيه كده شبكه على السرير. لو انت قاعد في غابه يعني وانت قاعد في غابه كده بحط ناموسيه وبعدين يقول لك ايه؟ كلوزز مش عارف ايه؟ elimination of animal reservoir حاجات للقوارض التخلص من القوارض وما اعرفش ايه. ده كلام بتاع البلد بتاع زمان لو انت تفتكر. مش فاكرين طبعا من سنين يعني. ده كان يوووو. مش عارف سعد ده بيوصلنا والله سعد ده بيقول وانت محررات جوه وسعد زغلول شغال بره. سعد سعد يحيى سعد. بص بقى كله بقى يركز معايا في حاجه مهمه جدا. الكلام ده بتاع زمان حتى في الجهاز يقول لك ايه؟ التخلص من القواقع وما اعرفش ايه. تيجي في مش عارف يقول لك يا سيدي الخضروات جيده كده حاجات كده يعني. فالتابل بره كله كده لان في حاجه اتفاداها يعني. فانت هنا برضه تفتكر ايام زمان وتقول احنا ندي ايه؟ موسكيتو او ماوس او انسكت ريبيلنت بشكل عام، نلبس هدوم طويله، حاجات زي كده، ما نخرجش بالليل لان هي بتتغذى بالليل وحاجات زي كده، نحط ناموسيه سكرين ويندو سكرين اللي هو على الشبابيك كده سلك، نتخلص من القوارض، ما نربيش قوارض في الليل، حاجات زي كده. دي كلام عام كده عشان نتخلص من الليشمانيا. نيجي بقى للعلاج الفعلي. السؤال هنا الكوتينيوس ولا الفيزر اللي هنعالجه؟ ولا السيكولوجيكال الليشمانيا؟ كوتينيوس اهم حاجه بس طبعا ممكن يكون في بيبقى في ناس بتعالجها. السؤال الاهم نعالجها ولا لا؟ في ناس تقول لك ما تعالجهاش او هي اكيوت لوكالايز ليه؟ هقول لك اسيبها كده سيب سكار. نيجي بقى للدايليما بتاعت تعالج ولا ما تعالجش؟ قال لك على حسب الموقف. لو هي لوكالايز وفي حته الى حد ما يعني ايه مش اكسبوزد قوي ومش خايف انها تاثر على فانكشن او وظيفه ومش متضايق سيبها هتخف بسكار وخلصنا. طب لو انت بقى خايف انها تخف بسكار انت عايز تعالجها بدري قبل ما تعمل هي سكار زي البسكويت والحاجات دي. طب عالج بايه بقى؟ شوف هنا في حاجه مهمه جدا معلش ايه معاه انديكيشن اوف تريتمنت انت عالج. في ناس تقول احنا نعمل شروط كده نعالج ايه؟ لان هي لو صغيره وبتاع وفي ايد ولا في رجل بتاع سيبها تخف بسكار لوحدها وخلصنا. يقول لك ايه؟ بص بيرزيستنت اكتر من ست شهور دي معناها ان داخله في كورنيستي وعندنا ايه؟ لوكيشن اون ذا لور ليج اوفر ا جوينت. هو عايز يقول لك ايه؟ عارف اللور ليج عند الشين اوف تيبيا كده مفيش ماسل وفي على العظم فدي ممكن تعمل ان الهيلينج يبقى وحش فانت تلحقها من الاول. طيب presence of multiple lesion او لارج. اصل لو واحده وصغيره ولا اثنين وصغيرين خلاص لكن كتير او لارج طب ما الاسكار هتبقى وحشه يبقى انا عالج. هم حتى قالوا اكتر من خمسه او الحجم اكبر من ما اعرفش ايه. حتت انت الاسكار مش هتبقى مناسبه حته في الوش او كده فهتضايقك فبلاش. سورنس لو قربت من ميوكوزا او كارتر اللي هي ميوكوتينيس ليه 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 ليه؟ انت في الجلد اقصى ما خوفك تعمل سكار في 60 دقيقه لكن قريبه من كارتريج او من ميوكوز هتعمل ديستراكشن وميوتيليشن نعرف نصلحه بس انت عليك على طول. ايه كمان يقول لك؟ لو انت خايف مثلا من مجموعه معينه عارف انها بتعمل كرونيسيتي او حاجه ماشي. طب بنعالج ازاي؟ مين عارف في الحياه العمليه بنعالج بايه؟ هو علاج واحد كرايو مكتوب رقم واحد في انت عايز تشيل الليجن بالاورجانيزم ونخلص فكرايو تقعد ترش كده كرايو وخلاص او كيورين او فوتو دايناميك او هيتي كلها ديستراكتيف سيرابي. اكتب على كرايو اهم حاجه معلش في الحياه العمليه اللي شاف حالات بيعالجوها بايه؟ انتوا بقى في العراق بتعملوا ايه؟ ده هنقوله بعدين ده رقم اثنين بس انا قلت قبل كده كله حقنا حقنا ولا في حاجه؟ طيب هما في العالم كله هما في علاج ايه؟ الكرايو سيمبل وبسيط وبتاع وده اللي احنا بنعمله لحد ما عملوا طبعا ده انا سبيسيفيك كله لو حد خد باله
الكهربائي والالكترو كيوريت مش عارف كل ده مش سبيسيفيك. هل في دواء سبيسيفيك بقى ضد الليشمانيا؟ قال لك الدواء الوحيد حاجه اسمها صوديوم ستيريو كلوكونيت وتبع عيله كده اسمها ايه؟ انتيموني كومباوند. صوديوم ستيريو كلوكونيت ده دواء مشهور قوي قوي اسمه بنتوستام. اسمه ايه؟ بنتوستام. مكتوب تحت كده صوديوم ستيريو كلوكونيت ده الاسم ايه؟ العلمي اسم التجاري عشان حبيت اقول عشان ده مشهور اسمه بنتوستام. بنتوستام تبقى ازازه كبيره كده ازازه ايه؟ كبيره فيها حوالي 100 مللي او حاجه التركيز بتاعها 100 مللي جرام لكل مللي 100 مللي جرام لكل ايه؟ من هذه الماده اللي اسمها ايه؟ صوديوم ستيبو ايه؟ وده بقى حاجه اسمها تبع ايه؟ اسمها الانتيموني كومباوند انتيموني. طيب المهم الازازه دي للشرب ولا للدهان ولا للاستحمام ولا ايه؟ الازازه دي ايه؟ بارنترال. يعني ايه بارنترال؟ انجكشن. بس قدامك حاجه من الاثنين، يا تديه انتراليجنال يا تديه اي ام واي بي كاسيستيريك. قول له طب استناني كده قبل ما اذاكر عايز افهم امتى ادي ده وامتى ادي ده؟ انترنيشنال لو لوكالايز احقنها فتخف. طب انت اعمل اي ام واي بي لو ديسيمينيتد لو سيستميك بقى الفيزرال او لو كوتينيال بس ديسيمينيت مش عارف عشان شد ده اعمله مع اني اديله سيستميك تريت. حد فاهم حاجه؟ هو عامل زي مثلا تكون عندك ليجن لايكن ولا بتاع فتديله توبيك لكن غير الديسيمينيت تديله ايه؟ بلنترال. بس خد بالك من حاجه سيستميك يعني او تديله سيستميك. بس خد بالك هو بصراحه الازازه دي اللي اسمها بنتوستام دي مشهوره جدا كده الازازه بتبقى كبيره شويه. احنا يا بنعملها انترفيجنال في الليجن نفسه يا اما نديها اي ام او اي بي في الحالات اللي هي ديسيمينيتد او في الحالات ايه؟ الفيترال. انت الهيماتولوجيست هتحتاجها انجكشن لما تبقى الليجن ديسيمينيتد. لكن في واحد تاني بيستخدمها اللي هو مين؟ بتاع البطن. ولا مش مفهوم؟ حد فاهم حاجه؟ هو وظيفه اللي هو يعني انتي سبيسيفيك ليشمانيا بيوقف عندك الهدف كده الصوديوم ترانسبورت بيعمل بلاريس البروتينات محتاجه كده يعني ماشي. يعني هو ده انتي ميكروبيال متخصص يعني شبه ليشمانيا ماشي. كنا بنقول ايه؟ طب قبل الحته لسه في تكه كده عايز اقولها. في الحياه العمليه كل العالم يا كرايو يا بنتوستام وقفل على كده. عندك بنتوستام وبتاع اوكي موضوع بسيط ولوكالايت يبقى كرايو وخلاص. وده اللي بيحصل في المستشفيات يا كرايو يا الحر. بس نظريا اي حاجه بتعمل ديستراكشن للليشمانيا خير وبركه. بس عايز اقول حاجه بقى مهمه جدا 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 جدا. يعني مثلا في الانترفيجنال فوق قال لك انك تسحب ملي او 2 ملي سنتي او 2 سنتي من الاداه وتحقنه مره دلوقتي وكمان بعد اسبوع سيشن ثاني وخلاص يعني حاجه زي كده. لكن لو سيستميك بقى ده ليها جرعات ليها جرعات وليها فتره. ده لو سيستميك يعني ايه سيستميك؟ يعني سيستميك كوتينيوس او انفيزرال او بيدرال مش مناقص وليها جرعه بقى 20 مللي جرام لكل كيلو جرام ومعرفش ايه وكلام ده. في بس حاجه غريبه جدا تحت مكتوب عليها اذر سيرفي. اذر ايه؟ ما قبل البنتوستام كان في ادويه كتيره جدا بتتاخد سيستميك لعلاج الليشمانيا. وبصراحه الاورجانيزم بتاع الليشمانيا ده غريب جدا في حاجه ان كان بيستجيب لادويه مالهاش علاقه ببعض. يعني مين يقرا كده ويتفاجئ يقول لك بص الازول انتي فانجر كيتوكونازول ويتراكونازول وفلوكونازول ايه ده؟ ده انتي فانجر ممكن تعالج الليشمانيا. بس بعد البنتوستام ما حدش يستخدم الكلام ده. بس احنا بنكتبه من باب ايه يعني؟ الناس عارفه الكلام ده فتسالك فيه. طب بص بص اللي بعده الوبيرلور. ايه الالوبيرلور ده؟ ده الجو ده ده بتاع الجو كان بيستجيب له الليشمانيا. انفوتيريسين ده انتي فانجر. فانت ايه؟ خليك ذكي. في كلام كتير ينفع لعلاج الليشمانيا. في الواقع العملي دلوقتي في الدنيا كلها يرسى على كلمتين تكتب كده في مربع صغير على جنب كده 1 2 1 ده كراي و2 ده ايه؟ بنتوستام. خلاص ولا مش خلاص؟ حد فهم الليشمانيا كويس؟ بص موضوع الليشمانيا ده من الالف ليه؟ الالف ليه؟ انت فاكره الجرعات بتاعت البنتوستام ولا مش فاكره؟ لا مش فاكره. انت اصلا اطفال حتى لما بتحوليهم ديرما فور انفرتيتي انفكشن مش عارفه اصلا ريلاتيفيتي ديرما هتحوليهم اطفال
قول له انا مش هخلي محدش هيمسك عليا حاجه يعني انا محدش يتوقع ان هنا اروح خلاص. طيب بص بقى عشان نتفق اتفاقيه مهمه جدا. اتفاقيه ايه؟ 70 70 فاضل لنا حاجات في البرازيتك اللي هي ايه اقل اهميه واقل صعوبه اللي هي الجلودس الامن بتاع زمان والسكيلز. وبعد كده ناخد البكتيريا يعني في السريع كده بحيث ان شاء الله التارجت بتاعنا والمستهدف والخطه ان احنا ايه نخلص المره الجايه. الكميه اللي جايه البكتيريا صغيره نسبيا وفي نفس الوقت ما هي صعبه زي